وعلى المذنبين والمقصرين أن يتوبوا إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فأهل الذنوب لا يقنطون من رحمة الله، يتوبون إلى الله، لا سيما في هذا الشهر. توبون إلى الله توبة صادقة، توبة مستمرة، ليست توبة مؤقتة بهذا الشهر فقط، وإنما هي توبة مستمرة إلى الممات. هكذا شأن المسلم، فهو شهر منطلق إلى الخير، منطلق للمسلمين إلى الخير، جعله الله زيادة في حسناتهم، وأودع فيه من الخيرات الشيء الكثير لمن استغل هذه الخيرات في هذا الشهر. والله جل وعلا يعين من استعان به، ويوفق من نوى الخير. وهذا الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفتح فيه أبواب الجنان للعمل الصالح والمسابقة في الخيرات، وتغلق فيه أبواب النيران عن أهل الخير ليتوبوا إلى الله، لأن أبواب النار تفتح للعصاة والمعاصي، وأبواب الجنان تفتح للطاعات والمطيعين. فعلى المسلم أن يحمد الله أن بلغه شهر رمضان، ويسأله أن يتمه عليه وأن يقبله منه، ليكون ذخيرة في صحائف أعماله يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فهو شهر أطل على المسلمين بأنواره وخيراته وبركاته، لأجل أن يتفرغوا للطاعة والعبادة وفعل الطاعات والتوبة من السيئات، يتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات، بإفطار الصائمين، بالصدقات، بالبر والإحسان، تلاوة القرآن، لأن هذا الشهر أنزل فيه القرآن، فإنزال القرآن فيه يجعل فيه مزية لتلاوة القرآن والإكثار منها في هذا الشهر.